بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم إنما كنتم نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في رحاب عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح مباشر، استمر معكم إلى غاية الخامسة بحول الله سبحانه وتعالى. حديثنا إليكم ونقاشنا في هذه الأمسية مشاهدينا الأفاضل وتحت مقولة شر الناس من غش أو يغش الناس، حديث عن الغش والتزوير والتدليس وكل تلك المفاسد أيا كانت الوسائل المستخدمة في ذلك. سنتحدث عن ذلك من وجهة نظر شرعية، سنتحدث عن مفسدة الغش وما الذي يفضي إليه هاته الممارسة، سنتحدث عليها كذلك من جانب قانوني ونقصد بالقانون الجزائري بهذا الخصوص، توعية لنا ولكم مشاهدينا الأفاضل من هذه المفاسد حتى لا نكون في المبدأ ضحايا لمن يمارسون هذه الممارسات. نتشرف بكم مشاهدينا الأفاضل أن تبقوا معنا، أن تتابعونا، تشاركون كذلك النقاش من خلال اتصالاتكم عبر خطوط الهاتف التي ستظهر أرقامها من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. شرف كبير أن نناقش كذلك الموضوع مع أستاذنا أستاذ محمد زغداني. أستاذنا مرحبا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك على الاستضافة، تحية طيبة لك للضيف الكريم وللمشاهدين الأكارم. الله يحفظك. أستاذنا أستاذ هشام كورتل مستشار قانوني بالتلفزيون الجزائري، مرحبا. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة الكريمة. الله يبارك فيك، شكرا على تلبية الدعوة في المبدأ. أستاذنا الكل يحفظ الحديث، من غشنا فليس منا، إضافة إلى هذه المقولة شر الناس من غش أو يغش الناس، ولعلك تتفق معي إن قلت أن الغش يصحبه مفاسد أخرى، فيها الكذب وفيها الخداع وفيها عدم صون الأمانة إلى غيرها من الأمور التي تدور في حلقة هذه المصيبة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من له وبعد. بداية الموضوع كما يقال ذو شجون، وهذه العبارة التي تتكرر دائما، لكن فعلا هذا الموضوع ذو شجون، لأن للأسف الشديد كأنها أصبحت ظاهرة، لا نستطيع أن نحكم أنها ظاهرة إلا إذا استقصينا استقصاء تاما، ولا نستطيع ذلك، ولكن من خلال ما يعايش الإنسان، المعاملات التي تدور بين الناس في شتى المجالات، ابتداء من الدراسة، من قسم الدراسة، إلى بناء العمران، إلى صناعة الطعام، إلى التجارة بمختلف أنواعها، إلى مختلف الصناعات، كلها يشوبها إن لم نقل شيئا فكثير من الغش للأسف الشديد. نرجع في ذلك دائما لنصوص القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم تحدث عن فئة من الناس يغشون الناس ولكن بطريقة أخرى، وداخل في الغش هم المطففون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. معناها وعيد شديد، أنت أيها الإنسان الذي تتصور أنه مسألة هذه الغش هي مسألة شخصية بينك بين شخص واحد فقط، أصبحت خصما لله سبحانه وتعالى بمجرد أنك دخلت هذا الباب، باب التطفيف، وهو أحد أبواب الغش، أنك إذا اكتلت، إذا طلبت الكيل لنفسك فإنك تزيد، أما إذا كلت لغيرك فإنك تخسر وتنقص في الميزان. وقس على ذلك ما يدخل في مقامه، حتى الناس الذين يبيعون الآن أصبح كل شيء النوعية الأولى ونوعية الثانية ونوعية الثالثة، فيبيع النوعية الثالثة اللي هي أرض الأنواع بقيمة النوعية الأولى ويوهم الناس ويدلس عليهم، وهنا تدخل عبارة التدليس التي ذكرتها في البداية، وأيضا نوع من أنواع الغش يدخل في باب التطفيف، فيكون هذا الإنسان قد غش. وصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأت به الحديث، وهو من غش أو من غشنا فليس منا. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم الأول للمسلمين، لكن رغم ذلك صلى الله عليه وسلم فكان يهتم لأدق التفاصيل في المعاملات بين الناس. يمر في السوق يجد شخصا يبيع طعاما وقيل قمح، فنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه منظر القمح فيدخل يده فيه فيصيب يده الشريفة بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، معناها سقطت عليه الأمطار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح له ولنا وللبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هذا عيب من عيوب
الطعام أو من عيوب بيع القمح أن يكون فيه بلل، لأنه هو يصبح عرضة للتلف ويتلف سريعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشده ويرشدنا ويرشد الناس جميعا إلى أن نجعل ما هو معيب فوق الطعام حتى يراه الناس، وهنا يصبح الناس بالخيار هل يشترونه أم لا يشترونه، هل يعطون فيه هذا الثمن القيمة التي يطلبها البائع أم أنهم ربما قد يساومونه وينقصون، لأنه هذا عيب ينقص من قيمة تلك السلعة. ثم يعطيه القاعدة المعروفة لدينا جميعا، من غش أو من غشنا فليس منا. شوف اختلاف في رواية الحديث من غش أو من غشنا يعني فيها حكمة كبيرة. من غشنا بمعنى نحن المسلمين فقط، لأن النون للمسلمين فقط، غشنا والنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فهذا قد يدلس على بعض الناس ويلبس على بعض الناس أنه يجوز أن تغش غير المسلم. فهنا جاءت الرواية الثانية من غش فليس منا، مطلق الغش محرم. هنا ونحن نخاطب إخواننا من المهاجرين يعني في بلاد الغرب وفي غيرها من بلاد الله عز وجل الواسعة، أنه أنت كمسلم حينما تغش فإنك لم تغش ذلك الشخص، إنما غششت دينك وسوقت بين قوسين بالعبارة الحديثة، لأنه هذا الدين هو دين خديعة ودين غش ودين لا يؤتمن أصحابه. بينما نجد في تاريخ المسلمين شيئا مشرفا جدا، أن الإسلام انتشر في أقاصي شرق آسيا لا بالسيف ولا بالحروب ولا بالغزوات ولا بغيرها، إنما بالمعاملات التجارية. الناس يروحوا يبيعوا، فأولئك الأقوام من شرق آسيا يرون أن هؤلاء الذين جاءوهم، هؤلاء العرب الذين ربما حتى لا يحسنون لغتهم، يعاملونهم معاملة لا يتعاملون معها مع بقية الأمم التي تأتي من أجل التجارة. فإنهم إذا وجدوا عيبا في السلعة أظهروه، وإنهم إذا ربما نسي عندهم أحدهم أمانة فإنهم يحفظونها ويرجعون بها السنة المقبلة. فأصبحوا يتساءلون لماذا هذا من الذي يدعوكم إلى أن تتعاملوا بهذا الشكل، فيقولون إنه ديننا، فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. هذا الصورة هي التي يجب أن تكون أو نعكس هذه الصورة الصحيحة، ولا أقول صورة جميلة وكأننا في الإسلام كان صورة جميلة وكان صورة ليست جميلة تماما، ولكننا نحن إلى هذه الصورة لأننا فقدناها ممارسة. نعم. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام قلت وهو يؤكد على هذا المعنى، معنى من غش معناها مطلق الغش للمسلم ولغير المسلم. أذكر في هذا الباب يعني بعض ربما التصرفات التي نراها بسيطة ولكنها عند الله عز وجل عظيمة وقد تكون عواقبها وخيمة. الناس اللي يسرقوا القطار على سبيل المثال، سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، هذا نوع من أنواع الغش، نوع من أنواع الاختلاس، نوع من أنواع السرقة، نوع من أنواع إظهار أنه أنا، خصوصا إذا كنت في بلاد الغرب، أنا كمسلم أنا راني نقدر نغش، نقدر نسرق، نقدر نخدع، نقدر، فلا يؤتمن جانبي. بينما يأتينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان من أمنه المؤمنون أو المسلمون أو الناس على دينهم وأعراضهم، معناها فيه أمن. إذا كان معايا مسلم خلاص آمن جانبه فلا يصيبني أي ضرر منه. حتى مطلق الإيمان ينفي هذه الصفة، أن تكون مؤمنا حقا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفي عنك أنك تكون غشاش، لأنه فيها مفسدة أخرى اللي هي الكذب، اللي هي عدم صون الأمانة إلى غيرها، وهذا يتنافى مع إيمان المسلم. بارك الله فيك سيدنا محمد. طبعا وجهة نظر قانونية، والقانون يضبط المفاهيم والمصطلحات بشكل دقيق جدا، على أني أنا ربما وضعت الغش والتزوير والتدليس كلها في حقل مفاهيمي معين ولو اجتماعيا، ولكن ربما قانونيا فيه تفصيل في هذا الجانب. أستاذ هشام، أكيد أن القانون فصل بين كل هذه المسميات أو المصطلحات القانونية التي تفضلتم وسميتموها. فالمعاملات بين الناس هي كثيرة متعددة ومتشعبة، وأكيد بأن الكثير من هذه المعاملات هي معاملات غير سليمة. بالتالي فإن المشرع الجزائري تطرق إلى كل هذه المعاملات كل على حدة. فمثلا ذكرت التزوير وهو جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات. العقوبة تتراوح بين من جنحة إلى جناية، سواء كانت هذا تزوير متعلق بتزوير محررات عرفية أو محررات تجارية أو محررات مصرفية أو محررات إدارية أو محررات رسمية. فتشوف أن هذا التزوير متعدد،
وهو تغيير أو تزييف الحقائق على وثيقة معينة. تلك الوثيقة وهي مختلفة من وثيقة إلى أخرى، والعقوبة تختلف من واقعة إلى أخرى. أما فيما يخص مثلا تطرقتم إلى التدليس، وتدليس متعلق وهو بنسبة أكبر في المعاملات المدنية، وبالأخص في إبرام العقود بين طرف أو آخر أو عدة أطراف، فأكيد أن هذه العقود فيها شروط يتفق عليها الجميع، تكون لا تخالف النظام العام والأداب العامة، ولكن ربما يكون أحد هذه الشروط أو بند من بنود هذا العقد يقع فيه غلط بالنسبة للطرف الآخر المتعاقد، فتكون هذا الغلط يكون بالنسبة للمتعاقد الأول أنه قام باحتيال، وذلك الاحتيال من الجسامة لو علم به الطرف الثاني لما أبرم العقد، صح، ولكنه تفطن الطرف الثاني لهذا الغلط أو هذا الاحتيال ولجسامته، تفطن إليه بعد إبرامه العقد. فالقانون يحميه في أنه يرفع دعوى قضائية من أجل إبطال العقد، من أجل التدليس، يثبت التدليس، يسميه، يثبته، ولديها أظن 10 سنوات وإلا تتقادم دعوة. أما فيما يخص الغش وهو متعلق أساسا بالمواد أو متعلق أساسا بالتجارة، مواد غذائية، بالمنتجات، مواد صيدلانية، طبية إلى آخره، الموجهة من المنتج إلى المستهلك. فالغش وهو متعدد ومتنوع جدا، فالغش كل سلعة هي فيها شكل وجوهر مضمون، يجب أن يكون المنتوج صادق في شكله، في جوهره، في مكوناته، في أساسياته، وبالتالي في أن الزبون لم يشتري سلعة معينة في مخيلته وفي ظنه حسب ما عرضه عليها المنتج، فتلك السلعة هي بمواصفات معينة يجب أن لا تحيد عن أن تختلف عليها، وإلا سنصبح أمام حالة غش. وقد سمى القانون هذا الغش كمصطلح قانوني، ونظن هو ربما مصطلح أدق، وسماه الخداع. فعلا هو خداع، فعلا هو خداع، يعني الطرف الأول يخدع الطرف الثاني، يزين له تلك السلعة ويصفها له بمميزات قد ترضي الطرف الآخر، لكنه لما يتحصل عليها ويشتريها يجدها مختلفة، إما مختلفة تماما على ما هو عرض عليه، أو مختلفة نسبيا مما يعيق تحقيق المبتغى من تلك السلعة. وهذه الأمور التي ربما يقع ضحاياها كل يوم الكثير من الناس، أكيد. خصوصا في بيئة ربما تفتقد إن صح التعبير إلى على صعيد الممارسة، إذا تحدثنا على التجارة الإلكترونية في إبراز شكل معين وتصل السلعة بشكل معين. سنفصل كذلك في هذا الجانب مسألة التجارة الإلكترونية واستخدامها في التدليس والغش. أستاذنا، في مسألة التنشئة، لا تعتقد أنه ربما الغش يبدأ صغيرا ثم يكبر؟ نعم. ربما نشئنا بطريقة جعلت منا أننا ربما نتساهل في مسائل مثل الغش، تذكرت ربما مسألة الغش في الامتحانات، نعم، التي صارت كذلك دارجة إن صح التعبير في ممارستنا، والكل يضرب النح بين قوسين كما يقال. نعم. للأسف الشديد، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه أو أمه أو معلمته، لأنه للأسف الشديد خصوصا في الأقسام النهائية حينما يكون الامتحانات مصيرية بين قوسين، لأنه ليس هناك امتحان مصيري إلا امتحان الآخرة، وإلا فرزق الإنسان مكتوب وأجله مكتوب ومؤجل، كل سينال ما كتبه الله عز وجل له. إن جبريل قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، ولكن الناس يستعجلون. حينما نرى أنه ونسمع، للأسف الشديد لا نرى، لأنه لو رأينا لنبهنا، نسمع أنه بعض الآباء والأمهات يعلمون أبنائهم طرق الغش، يدير له نسخة طبق الأصل ثم يصغرها، وقال هذا الحرز تاعك اللي راح تدير به الامتحان. الأستاذ أو المعلم خصوصا في المستويات الدنيا حينما يكتب في الصبور وهو المؤتمن الحارس عليه على هؤلاء التلاميذ، يكتب لهم، وإن كانت ليست ظاهرة، هي كما قال حالات، نسأل الله تعالى أن تكون نادرة، بدعوى أنه إشفاق أولادنا مساكن، وهذا ما هو امتحان ما يعني لا قيمة له ولا لا معنى له، وما عليش يفوت ويجوز حتى ولو دون هذا الامتحان. هذه تؤسس في كل ولد يعني عايش مثل هذه التجربة، بل ربما ينتشي ويفرح لأنه سنة كاملة هو يلعب وفي نهاية المطاف يجد نفسه من الناجحين،
بقدر ما يفرح بها الذي غش بقدر ما تصيب بإحباط الذي لا يغش. فيكون عندنا يعني في المجتمع الواحد فئتين، فئة تمتهن الغش وفئة الثانية محبطة، فبالتالي لا تبذل أي جهد من أجل الإتقان ولا تبذل أي جهد من أجل أن تكون يعني مستقيمة على ما يجب أن يكون. وعلى هذا ننبه على خطورة هذه الأشياء التي نراها بسيطة، والله عز وجل يقول ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. معناها قد يظن الإنسان أنها مجرد كلمة أو مجرد يعني شيء بسيط جدا، يعني يغش في مسألة بيع. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة البيوع، وكما ذكر الأستاذ خصوصا الغش في هذه في تلك في هذا في هذا المجال يعني كثير ومتعدد بشكل رهيب. البيعان بالخيار كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. لأنه في نهاية المطاف البيع والشراء موش أنا أخذ سلعة وأنت تدي الثمن ولا العكس، الانتفاع الانتفاع بالثمن والانتفاع بالسلعة، ولا يتوقف الأمر عند هذا، لكن فيه شيء لا نراه بأعيننا ولكنه موجود مع السلعة وموجود مع الثمن، اللي هي مسألة البركة. إذا كان أنا سأبيع سلعة وغششت الناس فيها، فهذا الغش يؤدي إلى أن الله عز وجل يمحق البركة الموجودة في هذه السلعة التي بعتها، حيث ثمنها يدخل من باب ويخرج من أبواب. وربما نحن دائما خصوصا في هذا العصر وفي هذا الزمان دائما يقولوا الراتب لم يعد يكفي، الراتب يدخل يعني 4-15-20 يوم وخلاص وانتهى. إذا كان بقى 20 يوم كما ذكرت، من بين الأسباب أن الله عز وجل نزع البركة، ونزع البركة من بين أسبابه الغش. ومن أنواع الغش أيضا أنه اللي يخدم 8 سوايع ما يخدمش 8 سوايع، يخدم ساعة فقط، يخدم 20 دقيقة في الـ في الـ في, الـ في الـ 24 ساعة، ثم يطالب بالزيادة ويطالب بالحقوق وغيره بينما هو لم يؤدي ما عليه من حق. فلو أنه كل إنسان يستشعر هذا المعنى أنه الانتفاع بالشيء فيه شيء لا نراه بأعين اللي هو البركة، سواء بالمال الذي نأخذه أو بالسلعة التي نشتريها، وإن تتمت الحديث وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. معناها المال الذي يأخذه سوف كأنه الملح الذي يذوب في الماء، والسلعة التي أخذت بعد 10-15 يوم تجدها مرمية في القمامة لأنها من نوعية رديئة، وغيرها مما يعيشه الناس. فعلى هذا مسألة الغش ليست المسائل البسيطة التي نمر عليها مرورا سطحيا فقط، إنها في عمق تربية أبنائنا منذ نعومة أظفارهم إلى أن نرافقهم بها وهم كبار، نوصيهم في دراستهم، نوصيهم بإتقان أعمالهم. وذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا حتى يجر الناس جرا إلى أن يبتعدوا عن مثل هذه الممارسات، إن الله يحب أن إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان ينافيه الغش، فالذي يغش لا نستطيع أن يقول عنه أنه متقن. ونشوفوا مثلا في كل الصناعات التي يحتاج إليها الإنسان سواء في البناء أو في السباكة أو في الكهرباء أو في غيرها مما يحتاج الإنسان في كل مناحي حياته، حينما يدخل الغش فإنه يكون قاسما والعياذ بالله، وحينما يتواطأ الناس على الغش في هذه المسائل فإن الكثير من المصالح تضيع منهم، وبالتالي يجدون أنفسهم ينفقون الكثير من الأموال وبالمقابل لا يحصلون إلا القليل من المنافع. وهذا ربما على الأقل أن يكون رادعا لأولئك الممارسين لها، لأن البركة هي كل شيء. نعم. ربما في حياتنا في أرزاقنا، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البركة ويبعدنا عن الغش. طبعا أنا سألت الأستاذ محمد أنه الغش وهذه المفاسد تبدأ صغيرة، ممارسة صغيرة، هل القانون ربما يفرق بين أن يكون غش في مسألة صغيرة ومسألة كبيرة، مشروع كبير وبيع سلعة معينة، أم أنه الأمر في وجه القانون هو نفسه؟ أستاذ هشام. لا، القانون يفرق. هناك كما أسلفت الذكر فيه بعض الجرائم اللي هي مثلا التزوير صنفها القانون كجنحة، وبعض الجرائم اللي صنفها القانون هي التزوير لكن صنفها جناية المنصبة على تزوير في محررات رسمية. كذلك من باب الغش والخداع اللي تفضلت به جرائم أخرى المتعلقة مباشرة بالغش والخداع والكذب، مثلا جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة، جريمة التصريح الكاذب، حتى جريمة انتحال صفة.
يعني هي تدخل في باب الغش، الغش والكذب، وبالتالي تشوف باللي الممارسات متعددة. والمشرع الجزائري وضع كل حالة على حدة بأركانها وبشروطها وبعقوبتها، وبالتالي فرق من جريمة وأخرى اللي هي في الحقيقة كلها تقوم على أساس واحد وهو الكذب أو تزييف الحقائق أو التنكر إطلاقا للحقيقة المطلقة وحط بدلها الكذب، سواء كانت قولا أو فعلا مكتوبة. أو الفعل هو كتابة، في الغالب هو كتابة وتزوير في محررات لتحقيق منافع هي في الغالب تحية منافع مالية، سواء كانت تزوير في محررات من أجل التركة أو من أجل في بيوعات معينة إلى آخره. وبالتالي المنفعة في الغالب هي منفعة مالية لتدفع الأفراد لارتكاب مثل هذه الجرائم. حتى أنكم تفضلتوا حول الممارسة التجارية، هنا المشرع الجزائري ما توقفش الممارسة التجارية للأفراد بس تعدها إلى الأشخاص المعنوية، لما نقولوا الشركات يعني تعاقب الفرد اللي غش أو زور أو خدع، وتعاقب الشخص المعنوي اللي هي الشركة في حد ذاتها بتغريمها، وربما يروح الأمر حتى للغلق مثلا تاع المحل، توقيف النشاط إلى توقيف النشاط إلى آخره. معناتها مش ما تمسش العقوبة الفرد فقط، ولكن نشاط الهيكل التنظيمي أو الشركة في حد ذاتها. وربما أنت أشرت إلى انتحال الصفة، وانتحال الصفة كذلك يستخدم ربما التزوير المكتوب، ويستخدم كذلك وسائل أخرى للوصول إلى ذلك الغرض، إيهاما للناس بأنه ربما نشهد ذلك كتابة في الصحف، وفي الصحف عفوا في الإعلام عموما، أنه تنتهي بتملك أمور أو تملك ممتلكات. انتحال الصفة يكون أجل النصب، النصب والاحتيال على الآخرين، يقدم لك نفسه على أساس أنه ذو منصب معين أو نفوذ من أجل أنه يحقق لك مصالح معينة، سواء كانت تلك مصالح مشروعة أو غير مشروعة، وذلك بمقابل مالي. لكن في الحقيقة ذلك الشخص ليس كما يتوقعه الشخص الذي تم الاحتيال عليه، ما عندوش منصب وما عندوش نفوذ، وانتحل تلك الصفة لأنه بواسطتها هي عبارة عن وسيلة من أجل تحقيق ذلك المبتغى. وفيها ربما شبكات في هذا الجانب، هذا أكيد شبكات نشط في مثل هذا الجوانب. أستاذنا، إذا تحدثنا عليها من وجهة نظر أخلاقية كذلك، الإنسان ربما يحب أن يعامل أو يعامل كما يعامل الناس، في عقل ذلك الإنسان الذي يمارس الغش والتزوير والتدليس إلى غير ذلك، يحب أن يكون ضحية؟ طبيعة الحال ما ليس هناك من إنسان يريد أن يكون ضحية. لأنه يكون ضحية وش معناه؟ معناه سيبذل مالا ويقابله لا شيء، كان حتى واحد يرضى أنه يرمي أنه عفوا أستاذنا، في ناس مثلا في سلعة مثل السيارات يقول لك أنا اشتريتها بهذا الشكل، وأنا خدعوني بهذا الشكل، وأنا غشوني بهذا الشكل، فكيف لي أن أخسر مبلغا ماليا مقابل أن أبرز ذلك العيب، ربما لا أبيعها بنفس السعر. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، لأنه هذا الذي غلب نفسه وغالبها أنه مقابل هذا المال الذي هو في نهاية المطاف يعني ليس هو الغاية، إنما هو وسيلة من وسائل التي نتبادلها فيما بيننا، يغيب عنه المفهوم الذي كنا نذكره من قبل، هو مسألة البركة. يعني روح هاك ربحت 40 مليون مثلا على سبيل المثال، لأنك لم تبين عيبا في هذه السيارة التي اشتريتها معيبة كما تذكر أنت، لكن في نهاية المطاف هل 40 مليون هذه في نهاية ستذهب، قد تحدث لك حادثة بسيارة أخرى تشتريها جديدة ويذهب كل شيء. وعلى هذا الصدق من جات كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش شيء مثل الصدق، الصدق من جات. في حالة ما إذا وجدت أنك قد تم غشك بأي سلعة من السلع، القانون يضمن لك حقك، ولا بد أن تثبت أنك كنت ضحية نصب واحتيال أو غش وغيره، وتسترجع حقك من هذا الطريق. قد يكون طريقا صعبا ويأخذ منك وقت وجهد، ولكنه طريق يوصل في نهاية المطاف، وقد حتى لا يوصل، لأنه في نهاية المطاف دائما نقول للناس أنه ما أخذ منك في الدنيا غررا ولا غشا وخداعا فسوف تسترده في الآخرة بإذن الله عز وجل. شوفوا المثل الدارج اللي عندنا واللي دالك خبالك، هذا الذي أخذ منك مالا فقد ادخره لك في يوم يكون الإنسان فيه في أمس الحاجة
إلى الحسنة الواحدة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف له حديث المفلس، يسأل أصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ يقول المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. يقول ليس ذاك، ولكن المفلس هو الذي يأتي بحسنات كثيرة، عنده صلاة وزكاة وحج وصدقات وغيرها من الخير الذي كان يفعله في الحياة الدنيا، ولكن يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، أكل مال هذا معنى احتمل الغش وغش هذا، ممكن حتى ندرجها في الحديث. فيوم القيامة ونضع الموازين القسط، ليس هنالك أي محاباة بين الناس، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال أنت رك عليك دين لفلان لم أستدن منه أو لم يستدن مني يا رب، فيقول له في اليوم الفلاني غششته في تلك السلعة ومقابل غشك هو كذا، فيؤخذ من حسناته. شوفوا ذلك الموقف الرهيب. لذلك نرجع دائما للآية الكريمة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. معنى هذا الموقف دائما نتذكره في مسائل الغش. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسنته خلاص ما قال والو، خلص الناس كامل، يؤخذ من سيئاتهم ويوضع عليه ثم يرمى في النار. معناها تصور انت يا الإنسان لم يقترف ذنبا ولكنه يؤخذ به، لماذا؟ لأنه سيسدد ما اقترفه في الحياة الدنيا من ذنوب ولم يعد له من الحسنات شيء. فهذا بهذه المواقف، بهذه التربية التي لا بد أن نربط بها المجتمع، أنه أعراض الحياة الدنيا كلها إلى زوال، وما نؤمل الحصول عليه من وراء الغش ومن وراء الخداع ومن وراء التدليس ومن وراء التزوير ومن وراء الربح من أي المصادر كانت دون النظر إلى أصلها، هل هي محرمة أم مباحة، فهذا يؤدي في نهاية المطاف أنه هذا المال يذهب وأنت ستحاسب عنه كله فلسا فلسا. النبي عليه الصلاة والسلام دائما نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن أربع، من بينها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. احنا دائما نقول من أين اكتسبه، هذه تنبئنا على الغش أيضا، لا بد أن لا تكسب فلسا من غش، وأين أنفقه حتى وين راح تنفق، لأنه في نهاية المطاف أو الأصل أنه هذا المال ليس مالك أنت، إنما أنت مؤتمن عليه، كأنها أمانة في يدك، الله عز وجل أعطاك إياها لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء وهو أعطاك جزءا من هذا الرزق، ويقول لك اصرفها في كذا واصرفها في كذا واصرفها في كذا، ولا يصح ولا يجوز لك أن تصرفها في هذا الباب وفي هذا الباب وفي هذا الباب. فيحاسبك الله عز وجل في من أين اكتسبت وفيما أنفقت. وعلى هذا يدخل الغش فيما من أين اكتسبتها، من أين اكتسبت هذا المال، فإن كان من حرام والعياذ بالله فستحاسب عليه، ونسأل الله تعالى العافية والسلام. إن شاء الله بارك الله فيك أستاذنا. أستاذ هشام، على مستوى الممارسة أو الإشكال الذي يطرح في الواقع الجزائري أنه فيه معاملات صح التعبير غير رسمية، ناس تبيع وتشتري من غير محاضر من غير وثائق، وكثيرة هي المعاملات بهذا الشكل، نتحدث على 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 أسواق ربما مفتوحة إلى غير ذلك. كيف ينظر القانون إلى مسائل تتعلق بالغش والتزوير إلى غير ذلك والتدليس في مثل هذا الواقع؟ أكيد هناك معاملات تجارية ضخمة وأموال باهظة خارج الإطار الرسمي، وبالتالي هذا يساوي عدد كبير جدا من الضحايا الذين للأسف الشديد تضيع حقوقهم لأنهم لا يملكون إثباتات على تلك المعاملات، وبالتالي كل من تعرض للخداع والغش والتدليس والنصب لما يعرف بأنه تم النصب عليه وأن أمواله ضاعت يتقدم بشكوى سواء أمام مركز الشرطة أو الدرك أو السيد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق إلى آخره، يكون يتقدم بمجرد رواية ما عندوش ملف. هاو الإشكال وين راه؟ يتحدث لك ربما بملايير السنتيمات، يقول لك أعطيتهم له وديعة أو أعطيت له سلعة وقال لي بعد أسبوع نعطيك الثمن تاعها إلى غيرها من هذه الروايات، لكن أين الإثبات؟ لأنه الخصم تاعو يكفيه، لأنه الأصل في الإنسان هو البراءة، يكفيه الإنكار، قال أنا ما أعطيتنيش وما كنتش معك. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، ربما يكون عندك شاهد، لكن لما يتعلق الأمر بأموال باهظة القانون لا يعتد بشهادة شهود، لأنه ممكن تجيب شاهد زور
ما دامنا نحكيو في الغش والخداع، شاهد زور تعطيه كمقابل لشهادة الزور تاع 100 مليون سنتيم، قول له تشهد معايا ونجيب مليار ولا 10 ملايير. القانون عمل حسابه مثل هذه الحالات، وبالتالي لا يعتد بشهادة الشهود كما تكون مبالغ ضخمة أو معاملة تجارية بهذه الطريقة. وبالتالي هذه المعاملات التجارية هي واقع، ما نقدروش نلغيو الواقع وما نقدروش نوقفوها. ربما هناك بعض الإجراءات اللي يخفوا منها أو ينقصوا منها، لكنها تبقى سارية إلى الأبد وما توقفش. الإشكال هنا هو أنه مشكل اقتصادي، لأنه أموال كبيرة خارج الإطار الرسمي وبالتالي ما راهش تنفع في الاقتصاد، وراهو الظرف في الاقتصاد تاع الدولة. الحاجة الثانية أنه هؤلاء الضحايا وهم كثر ما تقدر تتصور العدد تاعهم، ضاعت حقوقهم. والإشكال كاين إنسان يضيع حقه لكن ما ضاع حق وراءه طالب، لما يطالب فيه عن طريق القضاء يعاود يسترجع الحق تاعه، الأموال تاعه وتعويضات زيادة عنها جبرا للأضرار المالية المادية والمعنوية. ولكن هذ الناس لما يضيع حقهم ما يقدروش يطالبوا به، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إذا طالبوا به عن طريق القضاء فكثير من الدعاوى ترفض. لماذا ترفض؟ لعدم الدليل، لا يوجد توجد أي قرائن قوية ومتماسكة يمكن على أساسها إعطاء حقه أو إلزام طرف بأنه يدفع أموال لطرف آخر أو بأن يردوا سلعته، بمعنى أنه ملف فارغ. مجرد تصريحات، مجرد ادعاءات، مجرد رواية تفتقر إلى أدنى دليل أو أدنى قرينة أو أدنى تأكيد ليضمن حق المطالب به. ولا يعد هذا كذلك مشجعا إن صح التعبير لمن يمارسون التدليس والتزوير والغش، يعرف الواقع هذا ثم يستثمر فيه؟ هذه الممارسات هي موجودة في جميع بلدان العالم، يعني في كل الأمكنة في كل عبر جميع الأزمنة، لكن درجة الوعي تختلف من شخص إلى آخر أو من مكان إلى آخر. درجة الثقافة القانونية أو الثقافة التجارية، إنسان يتعامل تجاريا على الأقل يقول لك نضمن حقي، أنت كاتبه روحوا عند الموثق مثلا أو نبرموا عقد، وعند موثق عقد رسمي نديروا عقد شراكة مثلا، كاين سند الطلب ومؤشر وموقع مختم عليها، كاين فواتير مؤشر موقع ومختم عليها. لكن لما تتعامل في الإطار الرسمي، لما نقولوا فواتير معناتها نقولوا ضرائب، صح؟ باش تتهرب من الضرائب لازم ما تديرش هذه الامور، سند طلب وفاتوره الى اخره، ما انت خرجت من الاطار الرسمي. ضرائب هو انقاص من الاموال المتعامل بها التجاريه، وبالتالي الناس اللي ما تمشيش في الاطار الرسمي عن قصد وعلى بالهم واش راهم قاعدين يديروا، وبالتالي هي مخاطره منهم. وهذه المخاطره هذه تكسبهم بعض الاموال لما تخرج من الاطار الرسمي، ولكن خسارة الأموال بالنسبة لها ممكن إنسان في عملية تجارية واحدة ممكن يخسر معظم ماله إن لم نقل كله. هو تهرب، يعني ما مجموعة وفاش عوامل، هي يهرب من الوفاء بالتزاماته، ضرائب إلى غير ذلك من الأمور، ضرائب وتأمينات وتأمينات العمال إلى آخره. كل عامل راه يسدد له التأمينات، هذه مسألة الضرائب تاعه. هي مسألة بصيرة ومسألة وعي بالنسبة للممارس في هذا الجانب، خصوصا ان كان تاجر. بصيرة وعي وطمع وجشع، كاين اللي هو واعي بالكلام هذا، هو واعي لكنه جشع، يقول لك نكسب اكثر من الاموال خليني ناخذ المخاطره هذه. صح، نعم. ولهذا جاء التوثيق في مسائل الديون والمكاتبه، صح؟ نعم، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل فاكتبوه. يعني هذه الكتابه هي ضمان لحقوق، حقوق الذي عليه الدين انه لابد عليه ان يسدد، وحقوق الذي له الدين أن يستوفي حقه ولو على أجل. شوف أستاذنا، يعني الآية هذه سبحان الله، يعني في زمن الصحابة محاطة بتلك الأخلاق، صحيح. الأخلاق النبوية إلى غير ذلك، ودع الناس المؤمنين إلى الكتابة فيما بينهم إن كانت معاملة. نعم، يعني فما بالك هذا الزمن هو أحوج إلى هذه الآية، ربما لأن الممارسات تفضح النوايا تاعنا وتفضح الأخلاق تاعنا. نعم فعلا، لأنه حتى إذا كان فيه الثقة بين الناس موجود أيضا الموت اللي راه موجود، ولا ندري ما أجل الإنسان متى يحل. قدر إنسان يأخذ مال من إنسان آخر على أساس أنه ثقة ويرجعه له بعد شهر ولا يعلم بأحد، صح. بذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب المال، ثم يتوفى من أخذ المال أو يتوفى صاحب المال، واحد فيهم قد نقوله الذي أخذ المال قد إن كان أمينا سيرجع المال للورثة، ولكن إذا كان صاحب المال هو الذي توفاه الله. نعم، توفى الله عز وجل، فكيف يثبت صاحب المال أنه لابد أن أسترد مالي من ورثة هذا المتوفى وقد داينته
الآن الكلام ليس بالملايين ولا بالعشرات، راي بالملايير. المعاملات. فهذه المعاملات المكاتبة تضمن حقوق الجميع، حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم، لأنه في دائما نحن نتحدث عن المال وكأنه الإنسان سيخلد في هذه الحياة الدنيا. لا، الإنسان ماله هو الآن وهو على قيد الحياة هو مال ورثته وهم على قيد الحياة، يعني وهم على قيد الحياة بعد وفاته. فبمجرد الوفاة الميراث انتقال قهري للمال إلى المورثين، معناها أو إلى المورثين. فهذا الـ هذا الـ هذا الانتقال إن لم يكن هناك توثيق وكتابة، الآن الكثير من المشكلات في كتابة السكنات مثلا، في كتابة العقارات بشكل عام، كتابة السيارات، كتابة الديون، هذه تطرح إشكالات كبيرة جدا للكثير من الأسر. يعني سواء تجدها في المحاكم أو تجدها في مجالس الصلح، تجدها في الأئمة الذين يدخلون لإصلاح ذات البين، خصوصا إذا وقعت الوفاة وتقسيم التركات. سببها وتجد من بين أهم أسباب هذه الخلافات عدم التوثيق، أنه ولا شيء مكتوب وكل شيء ماشي عرفي، حتى أنه الناس تضيع حقوقها بهذه الطريقة ولا يستطيع أن يستردها، لا عن طريق الشريعة، لأن الناس قد خف دينهم كما ذكرت الصحابة وما أدراك، وقد نزل فيهم قول الله تعالى فاكتبوه، لا بالطريقة القانونية، لأنه يأتي كما قال الأستاذ يجيك برواية قصة حكاية، فلا لا عنده لا دليل ولا إثبات. والقاعدة الشرعية معروفة وهي حتى في القانون موجودة، البينة على من دعا واليمين على ما أنكر. حتى الآن للأسف الشديد هذه اليمين التي تسمى في القانون اليمين الحاسمة أصبح الناس يستهينون بها، يحلف أغلظ الأيمان أن هذا الشيء ملك له أو ليس ملكا له أو ليس ملكا لغيره، وهو يعلم أن هذا الشيء هو على عكس يمينه ويقبلها، وينسى أن هذا اليمين سماها النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس. لماذا سميها غموس؟ لأنها تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله، يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله. ولهذا نحن دائما في مثل هذه البرامج وفي المساجد وفي غيرها، هذه الثقافة إن صح أن نسميها ثقافة وهي دين نتعلمه، لابد أن نشيعها بين الناس، حتى لأنه إن لم يردعه السلطان فيردعه القرآن، يخاف من الله عز وجل ويتذكر دائما الآية التي نكررها ربما الرابعة أو الخامسة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صح، بارك الله فيك. أستاذنا، في مسألة الاستخدام الرقمي ربما للوسائل الحديثة، التجارة الإلكترونية واللواحق التابعة لها، ممارسة جديدة في الجزائر استفحلت أو انفجرت إن صح التعبير في زمن كورونا. كثير من الناس صار يتعاملوا في واجهة الانترنت، وربما هي وسيلة كذلك يقتنصها كذلك المزورون والمدلسون، وربما أنت أدرى بهذه الأمور خصوصا من الناحية القانونية ومن ناحية القضاء كذلك والقضايا التي تدرج في المحاكم. هذا أنواع، نوع من أنواع التجارة اللي مستفحل نقول مؤخرا في الجزائر، لكن في الدول المتقدمة عنده يعني ممكن من عقود من الزمن، ولكن زمن كورونا أعطى له دفعة. أكيد أعطى له دفعة، لأنه هذا من مميزاته ما فيهش تنقل، تنقل ما فيهش احتكاك بين الأفراد، وبالتالي كان يعني كانت حاجة مليحة، حتى التاجر يوفر عليه ربما اكتراء محل لممارسة تجارته، يوفر عليها معدات تجارته إلى آخره، ممكن هو من البيت تاعه يمارس تجارة، هذا ما فيهاش إشكال. وحتى للزبون بالنسبة لي، الزبون يتسوق إلكترونيا ويشوف السلع إلى غير يشوف ذلك. السلع ويتسوق وهو عن طريق الهاتف تاعه موجود في بيته. كل هذه الأمور تربح التاجر والزبون، تربحهم الوقت المجهود والمصاريف. صح. حتى أنه بالنسبة للزبون يختار المنتج وفيه خدمة توصيل، سواء توصيل بمقابل عند بعض التجار أو التوصيل دون مقابل، كل هذا العناصر وهذا ما فيهاش إشكال. الإشكال هنا يطرح لأن الزبون يعرف المنتج نقطة، أما المنتج ما لا يعرف، والتاجر ومكان تواجد التاجر، كل هذه يعرفه صفحة فقط. هذه هنا يقع الإشكال، علامة استفهام فقط. هنا ما لازمش نعمو لما نقولوا الغش والتدليس والنصب، نعمو على كل تجار، لا، فيه تجار اللي يمارسوا تجارة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبطريقة مشروعة. حتى أنك تشوف احنا من الناحية القانونية مازال المشرع الجزائري راهو يواكب شيئا فشيئا
الإحداث خاصة التجارة الإلكترونية، لأنه لما تلاحظ أي تاجر لازم يسدد ضرائب اللي قاعد في البيت تاعه وتاجر يبيع منتوجات تجارية ما زالش ماهوش يسدد في الضرائب تاعه، تشوف باللي هنا هناك موجود فراغ. طيب لما التاجر يبيع المنتج تاعه للزبون ويوصل له المنتج والزبون يدفع الثمن ويفتح العلبة ويلقاها ماهيش المنتج اللي قام بشرائه، هنا يا لما يكون محل تجاري يرجع المحل التجاري يقول له فيه خطأ أو فيه كذا أو ممكن روح نقدم بك شكوى إلى آخره، هنا خلاص انتهى الموضوع، لأنه راح يبحث عليه هو بالنسبة له الاتصال بينه وبين التاجر عبر صفحة، ربما في بعض الأحيان عن طريق رقم هاتفي، لو التاجر يغير رقم الهاتف انتهى الموضوع، ما يقدرش معناتها ضحقه ما يقدرش يطالب بحقوق تاعه إلى آخره، لكن باش ما نقطعوش الأمل بالنسبة للزبائن اللي تم الاحتيال عليهم يمكنهم تقديم شكوى، لأنه مصالح الضبطية القضائية هناك فرق متخصصة في مثل هذه الجرائم الإلكترونية، يمكن تعقب الصفحة وصاحب الصفحة وتم إلقاء القبض على النصاب، باش لأنه ممكن المشاهد الكريم حتى وإن كان باسم مستعار باسم مستعار بعلامة تجارية معينة، باسم مستعار علامة تجارية مزيفة رقم هاتف شخص آخر مش رقم هاتف تاعه، يتم تعقب الصفحة ورقم الهاتف ويجيبوا المكان والشخص اللي قام بمثل هذه الممارسات الممنوعة قانونا، باش هكذا نزرعوا الأمل في الناس اللي تم النصب إليه عليهم والضحايا ما يقولوش خلاص. أستاذ هشام ربما تسمح لي، في ممارسة وعلاقتنا بالناس إلى غير ذلك ربما تكون الأمور التي تم التعامل بها هي مبلغ زهيد، يشري ربما ساعة ب 1500 دينار جزائري، يقول لك هذه 1500 دينار جزائري راح نتعقبوا على جالها إلى غير ذلك والقضاء إلى غير ذلك، يسمح فيها ثم يأتي ضحية أخرى ضحية أخرى ضحية أخرى، ربما هذا كذلك من ينعش أمثال هؤلاء في النصب على الآخرين. كلامك صحيح وواقعي جدا، لكن أحيانا استثناء باكين بعض الأشخاص يقولوا قضية مبدأ 1500 دينار حتى ولو 600 دينار أقل من هذه، يقول لك قضية مبدأ يقول لك ما تكلحش، هذه العبارة الجزائرية هذا ما يكلحنيش نتعقب ونقدم شكوى، فيه استثناء كلامك واقعي جدا، أغلبية الساحقة ما يقدموش شكوى، خاصة أنه احنا ما زلت عندنا ثقافة شوية متخوفين من التجارة الإلكترونية، لما تكون السلعة غالية ما يشريوهاش عن طريق التجارة الإلكترونية، يقول لك ممكن يتم نصب عليها يشري أمور اللي ما تكونش غالية، يعني ما تكونش غالية، وأغلبيتهم ما يقدموا الشكوى فعلا، لكن فيه أقليل يتقدم شكوى وفيه ناس راهم يقدموا مصالح الضبطية القضائية يقدموهم للقضاء وتتم محاكمتهم. وربما فيه خلينا نغوص في هذه النقطة، لأنه على صعيد الممارسة أصبحت نراها بكثرة ونسمع عنها بكثرة، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، الأسماء المستعارة إلى غير ذلك، فيه ربما رابط آخر ربما قد ينتبه إليه الضحية، هي مسألة التسديد قبل وصول السلعة أو تسديد جزء معين من ثمن السلعة قبلها عن طريق الحساب البريدي الجاري، ربما هي كذلك وسيلة للتعقب كذلك لما يدرج شكوى. هي فيما يخص الجريمة تسدد مسبقا أو تسدد بعديا الفعل مجرم قانوني، يبقى الفعل مجرم قانونا، يتم النصب عليك في جزء من المبلغ أو نصب عليك في المبلغ كاملا، اسمها جريمة نصب، اسمها غش، اسمها خداع، والفعل مجرم قانونا ويبقى المتهم متهم والضحية ضحية. أما المبلغ إذا كان مسبق أو بعدي أو مبلغ زهيد أو مبلغ كبير فهذا ما راحش يغير من الفعل اللي هو مجرم قانونا، وبالتالي تبقى هنا، لأنه أنا تحدثت على مسألة الدفع عن طريق الحساب البريدي الجاري، لأنه فيه هوية الرقم مع الاسم إلى غير ذلك، معناتها ربما في مسألة التعاقب والتحقيق يكون أسهل، ربما يكون أسهل، لكن من ناحية التكنولوجيا هناك وسائل كثيرة بصرف النظر على هذه، يمكن تعاقب المجرمين وإلقاء القبض عليهم، يعني مش شرط تكون بالدفع، مش شرط، هناك عدة وسائل وعدة طرق، يعني ما كانش مفر. صح بارك الله فيك أستاذ هشام. نعم. لست بالخب ولا الخب يخدعوني، مقولة لسيدنا عمر رضي الله عنه. يعني الإنسان يكون بصير بهذه الأمور، يكون واعي بهذه الأمور حتى ربما لا يقع ضحية
ثم يروح إلى مسار آخر، بحث عن الشخص إلى غير ذلك وتقديم شكوى. نعم، ربما الخطاب يوجه للطرفين، الذي يريد أن يمارس التجارة الإلكترونية وهو شيء مباح، ولكن فيه فقه أيضا. سيدنا عمر رضي الله عنه الذي يقول لا يدخل أسواقنا من لا يفقه ديننا وبيوعنا. نعم، فهذا أيضا فيها فقه لابد أن يتعلمه من يمارس التجارة الإلكترونية، لأنه الآن يدخل فيها بيع ما لا يملك، إنسان يكون وسيط ولكنه لا يشتري، ويعني بمجرد أنه يستلم الطلب ويرسل السلعة من تاجر آخر قبل أن يقبض ثمنها، يكون وسيط وكأنه معناه وكأنه وسيط فقط، ويحصل. هناك كثير من الناس هذه خدمتهم، يعني ليس له أي تعب، ما عنده لا محل تجاري كما قال الأستاذ، ولا عنده سجل تجاري، ولا يدفع ضرائب، ولا أي شيء، وحتى الويفي ربما سارقوا من عن جار. ربما، نعم. وهذا يعني فيه نصب واحتيال وتحايل على الناس، وحينما تقع مشكلة من هذا القبيل تجده غير معروف الهوية ويصعب التوصل إليه، وإن كان الأستاذ طمأننا جميعا لأن كلنا عرضة لمثل هذه العمليات، أنه يمكن الوصول إلى هذا الغاش ولا لهذا الذي انتحل صفة أو انتحل صفة التاجر، والذي غش في سلعة من السلع أو ربما اختلسها بطريقة أو بأخرى. فهذا الخطاب أيضا للناس جميعا، أنه فعلا هناك تجارة إلكترونية ولكن لا عندها فقه، لابد أن نتعلمه. ثم وأنت تمارس هذه العملية البيع أو عملية شراء خصوصا، عليك ألا تكون مغفلا بين قوسين، بمعنى الكثير من الناس ببساطة وبكلمات معسولة حتى عن طريق الهاتف تجده يدفع أموال طائلة من أجل الحصول على ربما منفعة وهمية، وفي نهاية المطاف يتفطن إلى أنه لم ينل شيئا. على هذا نحن نتنبه ونتواصى جميعا، أنه الإنسان يكون في تعاملاته ومعاملاته إذا كان بائعا أن يكون ذا استقامة وخلق ودين، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين المعاملة، هو ما نقولش الدين هو الصلاة فقط، الدين المعاملة، والتجارة من المعاملات، لابد أن يكون دينا في معاملته. وإذا كان أيضا صاحب مصلحة ومنفعة ويطلب منفعة، فلا بد أن يكون فطنا حتى لا يضيع أمواله، لأنه في نهاية المطاف سوف يسأل عنها كما قلنا في البداية، فيما من أين اكتسبها وفيما أنفقها، ولا يكون من الذين يتعرضون لهذا الخداع. إن شاء الله يا رب، هذا هو المأمول من هذه الحصة وهذا هو الهدف تبصيرا للمشاهد ولنا في هذه المسائل. حتى أستاذ هشام، العلاقات الاجتماعية اللي ما فيهاش ربما مقابل مادي واضح، معنى ممكن يكون تدليس ربما في علاقات زواج، ربما يكون غش في هذا الجانب، أكيد كيف ينظر القانون إلى هذه المسائل وهذه الأمور؟ موجود بكثرة، ولكن الفيصل بين حالات الغش في الحياة الزوجية أو عدمها هو واحد. عموما ربما نعطيك مثال هو شائع، المرأة تقول لك قال لي خليك تخدمي بعد الزواج، عمل الزوجة، العمل وحتى راتبها الراتب بتاعها مثلا، لكن هو الشائع الأكثر هو العمل، خليك تخدمي بعد الزواج، قولها ما تخدميش. ما الحل؟ القانون يحمي الزوجة في حالة واحدة. تلاحظوا احنا يا عموما بأنه هناك في الزواج قبل الزواج هناك شروط بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. لما نروحوا حنايا لمصالح الحالة المدنية في البلدية، تم إبرام عقد زواج بين الزوج والزوجة، لكن ليعلم الجميع والسادة المشاهدين الكرام بأن ممكن إبرام عقد زواج لدى الموثق. صح، الفرق بيناتهم موثق تدفع له أتعاب والبلدية مجانا، ولكن ثقافيا واجتماعيا ربما لما تروح للموثق يقول لي هنا مسألة بيع وشراء ربما ينفر منها الإنسان. هي قانونية حتى عند الموثق أنه تسجل شروط اشترط عليه أن بدأت يعني بالشك، بدأت بعدم الثقة، هذا علاش ذكرت الموثق أنا، لأنه هي لما تقول لك تفاهمنا من في حول شرط كذا في المصلحة، المصلحة المدنية لتوثيق الزواج، ما فيش في الهامش مثلا هذا الشرط، عقد زواج ما عندهاش دليل، ما كانش ما عندهاش دليل، ما كتبتيش الشرط، وهو الشرط يقول لك انت تفاهمنا نسكنوا في المكان فيه ونسكنوا مع العائلة الكبيرة، هذا المشكل الشائع لدى الأزواج، لدى الزوجات العمل، لدى الأزواج نسكنوا في البيت الكبير مع العائلة الكبيرة، ومن بعد قال لك اللي داري وحدي بين قوسين، هذا شائع أيضا عند الأزواج. لكن هل
كتبت الشرط ما كتبت الشرط، رغم أن هذا من حق الزوجة. هذا من حق الزوجة. يبقى المشرع الجزائري وش يفصل بين الطرفين؟ ما يقدرش يجبر إنسان على فعل معين، إما تقبل الوضع كما هو ويتم التفاهم عن طريق الرضائي، أو اللجوء للأسف الشديد إلى طلب فك الرابطة الزوجية، سواء عن طريق الطلاق أو عن طريق الترتيق أو الخلع إلى غير ذلك. وبالتالي المشرع الجزائري والقانون ما يقدرش يدخل بين الطرفين من أجل إجبار الطرف على تلبية رغبة الطرف الآخر، باستثناء الحقوق اللي هي النفقة مثلا، توفير مسكن، الغذاء، الكسوة، العلاج، توفير المسكن، هذه من الحقوق، هذه المشرع الجزائري يتدخل فيها. أما العمل من عدم العمل أو شروط أخرى، مسائل خاصة. ممتاز، مانيش حاب ندخل في ذكرها لأنها لا تعد ولا تحصى، لكنها مسائل خاصة القانون لا يتدخل فيها. وبالنسبة لمجلس مجلس الفاتحة، المجلس اللي تقرأ فيه الفاتحة ويعقد فيه القران مع الشيخ الإمام والأهل، أهل الزوج وأهل الزوجة إلى غيره، ألا تعد دليلا في هذه المسألة، مسألة العمل أو غير العمل أو شهادة التفاصيل شرعية. هذه شهادة الشهود يعني يقدروا أمام القاضي يقدروا تكون تقصد أنت من ناحية الشرعية. هو كلام صحيح، لكن القانون لا يعتد إلا بالكتابة. صح، يعني لازم الكتابة. لأنه العقد الزواج هو عقد مكتوب. نعم، كان قادر تكتبه في العقد الزواج، تكتبه هذا الشرط أو شروط أخرى ما لم تخالف النظام العام والأدب العامة، ما تخالفوش قوانين، شروط خاصة جدا بين الأزواج من حقهم يكتبوها، وبالتالي بعد تكون للمتضرر تكون عنده الحجة، يقيم الحجة على الطرف الآخر. أما شفاهة فهذا أمر آخر، وتبقى مواضيع خاصة جدا. صح صح، ثقافة الجزائرية يعني ثقافة خاصة في هذه، لكن في الحالة هذه لو مثل ما تفضل الأستاذ، لو دخلنا في العقد وتكتبوا كما الأجانب ربما في الدول الغربية يكتبوا هذه الأمور، هنا في عاداتنا وتقاليدنا لا يتسع الصدر لمثل العرف. هو اللي هو اصلا العرف هو قانون غير مكتوب. هنا معناتها خالفت قانون اللي هو قانون العرف، وهذا معناتها حاجه واحده في مفهوم او في ذهنيه الجزائري ماكش داير فيها ثقه. صحيح، واذا انعدمت الثقه ما تقوم حتى علاقه. صح، حتى مساله الدين اللي تحدثنا عليها. نعم، مساله كتابه الدين ربما بين شخص وشخص، ربما ما فيش علاقه قرابه صح التعبير، ربما تكون هذه الكتابة وتشترط إليها، لكن داخل الأسرة لما تكون بين الأخ والأخ. نعم، بين الأخ والأخت، الابن والأب، هنا تهتز ربما الثقة، وحتى هذا المفهوم إن صح التعبير شائع اجتماعيا، لأنه ما فيه مانع أدبي هنا. نعم، الكتابة. لكن نرجع كلنا نكون واقفين عند حدود الله عز وجل. ربي قال فاكتبوه حفاظا لحقوق الناس جميعا. وكيف يعني يتصرف يعني إنسان لما ربما حتى يحفظ حقوقه؟ تنهضروا يعني من ناحية شرعية ومن ناحية كذلك عرفية اجتماعية وواقع ممارس. نعم، هو يعني هي مسألة اتفاق بين الدائن والمدين، خصوصا في المبالغ يعني مشي واحد يسلف مباليش انا 4 ملايين ولا 5 ملايين يقول لكم روحوا عند الموثق نكتبوها، لانه الورقة والكتابة تاعها اغلى من المبلغ. نعم، فيها مشقة على الجميع، لكن المبالغ التي نسمع في الخصومات بين خصوصا الشركاء في الشركات، شركاء بمئات الملايين ولكن ليس بينهم أي وثيقة على أنه فلان دفع كذا وفلان دفع كذا، فهذه حتى نضمن حقوق الناس لابد أن تكون شركات موثقة كل برأس ماله فيها، وغيرها من الحقوق المادية والعينية ذات المبالغ المحترمة إن صح هذا التعبير، أنه لابد أن توثق حفاظا على العلاقات الاجتماعيه، لانه كي تقول لي ما عنديش ثقه باش نكتبوا هذا الدين، حتى انا ما عنديش ثقه في انه تاخذ المال ولا ترجع يعني البتة، يعني على تدي الدراهم وتروح. فحتى لا يكون نقطع دابر ابليس عليه لعائن الله الذي يدخل بين الشركاء، يدخل بين الناس حتى يفسد العلاقات فيما بينهم، ونلتزم بنص شرعي في القران الكريم فاكتبوه، روحوا اكتبوها حتى انا اكون مطمئن، لعل وافتني المنيه. هذه حجة نعم، كبيرة. فتعطي للورثة حقوقهم وإن كنت أثق فيك، أو توافيك المنية فأستطيع أن أطالب بحقي، لأنه الكثير يعني صدقني يعني في بعض المواقف التي نقفها في خصوصا في المآتم، يجي صاحب الدين الولاد المتوفى يقول لها ما يولد يسلكوا باباكم، هذا راه والدكم معلق الآن بدينه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي على مدين، يقول صلوا على صاحبكم ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين،
فقلت انا ما على باليش انا خلاص انا الشيء اللي خلاه انا اقتسمناه وما خلاش حاجه كبيره وانت ما على باليش بيناتكم قضيه الدين في الاخر تفهم انت وياه. وهذا من عقوق الوالدين على فكره، يعني لانه القاعده المعروفه ان الغنمه بالغرم، لو انه ترك شيئا يقسم بين الورثه لكنتم غانمين، ولكن ما دام خلى دين فانتم غارمين، بمعنى تقتسمون الغرم وتسددون دين والدكم او والدتكم او شقيقكم او من ذي الرحم من 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 اهاليكم حتى تخلصوه هو من العذاب الذي يكون فيه. وايضا فيه علاقات وروابط اجتماعيه بسبب هذا الدين الذي يترك معلق تنفصم بين الناس، قد يكون الدين بين جيران، بين اقارب، بين زملاء في العمل. فاذا لم يكن الناس متضامنين بعضهم مع بعض، خصوصا علاش نسموها اسره؟ لانها تأسر الجميع، تربط الجميع برباط واحد. اذا اردت وكان لي مطمع ان اغنم منك، فايضا اذا حصل لك مغرم اشاركك هذا المغرم، اشاركك الافراح والاطراح في اعلى حد سواء، ماهوش في الافراح فقط. ولهذا هذه يعني دعوه ربما لي وهي داخله في الروابط والعلاقات الاجتماعيه بين الناس. لماذا الان نحن نشكو انه العلاقات بين الناس اصبحت هشه؟ لانه اصبح كل الناس نفسي نفسي، كل واحد يقول لك انا تخت راسي بالعباره الجزائريه المعروفه. والاصل اننا مخاطبون بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا. جمعنا الله عز وجل كلنا في هذا الرباط، انما المؤمنون اخوه، حتى يكون فيه تكافل فيما بيننا، تعاون فيما بيننا، تآزر فيما بيننا، نحافظ على هذه العلاقه من اي شيء يشوبها، فنكون كما قال الله سبحانه وتعالى: يدا على من سوانا، ولا نكون ضعافا امام غيرنا. الالتزام بالشرع من جات لكل طرف، نعم، بمعنى أنه ما أقره، نعم، ما وضعه الله عز وجل الكتاب أو السنة فهو، نعم، صالح ومصلح لكل زمان ومكان. صحيح. يبقى فقط مسألة الوعي ومسألة إدراج تلك المسائل محل ممارسة إن صح التعبير، حتى ربما ننأى بأنفسنا عن هذه الممارسة. أستاذ هشام، كخاتمة، ما الذي يمكن أن نوجهه للمشاهد سواء كان طرفا محتالا أو محتالا عليه؟ كلمة واحدة، وهي يجب الالتزام بالوازعين الأخلاقي والديني. فلم يردعه وزيه الأخلاقي والديني فالقانون كفيل بردعه. إن شاء الله، إن شاء الله، ربما هذه هي العبارات التي يمكن أن تبقى حاضرة في أذهاننا وأذهان المشاهد. أستاذنا، كلمة ختامية كذلك من جانب القانون ومن جانب السلطان، الأخلاق عليها أن تكون محركا كذلك في حياتنا. صحيح، لأنه كلنا ضيوف على وجهة الأرض، ونتذكر ذلك الموقف الذي أكرره ربما المرة الأخيرة في هذه الحلقة ولن أتوقف من تكراره: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك أستاذ محمد على ما قدمته، أستاذ هشام بارك الله فيك كذلك على ما قدمته تبصيرة وتنويرا للمشاهد الكريم الذي نشكره كذلك على أن تابعنا، نشكر له حسن الاستماع والإصغاء والمتابعة. الشكر كذلك للفقرة التي الفرقة التقنية التي خدمتكم في هذه الأمسية. دامت أوقاتكم مشاهدينا مع قناة القرآن الكريم طيبة ونافعة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.